الغاز كثيرة تنتشر في كوكب الأرض لا تفسير لها، طبول من الطباشير وكرات من الحجارة وزخارف هندسية وبقايا لآثار بشرية مجهولة حيرت العلماء ولم يستطيعوا الإجابة عن سبب وجودها. فما قصة هذه الظواهر الغريبة؟ لا يزال التقدم العلمي والتكنولوجيا الحديثة التي وصل إليها الإنسان في العصر الحالي غير قادرة على تفسير كل ما يدور على سطح الأرض، الأمر الذي يقف عنده العلماء عاجزين حال محاولة الوصول إلى تفسير بشأن بعض الأشياء والظواهر التي يمكن اكتشافها في هذا الكوكب التي اعتبرها العلماء من الغرائب التي استعرض على الكثيرين منهم أن يجدوا أي تفسير لها. لتثبت تلك الظواهر للبشرية أنها لم تحصل على كل العلم وأن الطريق ما زال طويلا إلى تحقيق المعرفة الكاملة. البداية كانت في دولة اسكتلندا عندما عثر العلماء على مجموعة من الكرات المصنوعة من الحجارة بحجم كرة الكريكت التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث المتأخر، حيث بلغ عددها 425 كرة تم العثور على الكثير منها قبيل الصدفة، باتت لغزاً محيراً للعلماء حتى وقتنا هذا دون إيجاد أي تفسير لها. هذه الكرات تبدو منحوتة، أسطحها بأشكال أقراص دائرية مرتفعة، تأخذ الزخرفة شكل حلزونات أو أشكال متحدة المركز، وهي تحاكي تلك الموجودة على الفخار والأحجار الأثرية في ذلك العصر، التي باتت مثار جدل من أول اكتشاف لها في القرن التاسع عشر، فأصبحت مثار تساؤلات كثيرة. هل كانت وسيلة لردع الحيوانات المفترسة والآفات أم العادة للصغار أو ربما قياس الأوزان أو الحلي المنزلي؟ لكن الجواب ما زال مجهولا. وهناك في شمال يوركشاير اكتشاف ثلاث اسطوانات منحوتة من الطباشير بزخارف هندسية وما يبدو وكأنه عيون وأنوف وحواجب، بات لغزا كبيرا وقف العلماء عنده، لم يستطيعوا أي تفسير له، خاصة أنه كان بجوار تلك الاسطوانات كرة من الطباشير دبوس عظمي وبقايا ثلاثة صغار يعود تاريخ أحدهم إلى ما قبل الميلاد. العجيب في تلك الاكتشاف أن الزخارف الموجودة على الطبول هي جزء من التقليد الجمالي على الكرات الحجرية من العصر الحجري الحديث، كذلك لم تكن اسما على مسمى، فهي ليست طبولاً بالمعنى المفهوم لدينا في الوقت الحاضر، فليست آلة موسيقية ولا تظهر أي تآكل مرتبط بالاستخدام الإيقاعي. حلقات القفل التي تعود إلى العصر البرونزي التي توجد في أيرلندا وبريطانيا وبعض الأجزاء في فرنسا، وهي عالية الزخرفة من أسلاك وصفائح ذهبية، فسرها البعض أنه من الممكن أن تكون حلقات للأنف أو أقراط أو زينة للشعر، لكن هذه التفسيرات لم تكن مرضيا تماما، لأن العناصر المختلفة لتصميمها من شأنها أن تجعل ارتداء الخواتم صعبا أو غير مريح، فعجز العلماء عن إيجاد أي تفسير لاستخدامها في ذلك العصر. الجرات الذهبية أيضاً أحد أغرب الاكتشافات النادرة، وهي مصنوعة من الفخار الخالص، بينما تحوي في باطنها قطعاً ذهبية تقدر بالملايين، وتم دفنها في باطن الأرض بعناية شديدة من قبل أشخاص مجهولين.